يا أهلا وسهلا، يا مساء الخير عليكم. طبعا اليوم حابة أتكلم معاكم عن موضوع جدا بسيط وصغير، فقلت لازم أنه أوضح لكم النقطة هذه، لأنه كثير تسألوني عن النقطة هذه وكمان تطلبوني بالخاص، اللي هو نظام تثبيت الوزن. أنه حنا خلاص وصلنا لشكل الجسم المطلوب، وصلنا للوزن المطلوب، كيف انه انا اثبت النتائج هذه؟ كيف انه انا اثبت وزني وما يزيد وما يخرب وما اخرب النتائج اللي انا وصلت لها بعد تعب وجهد؟ تسألوني ايش هو النظام اللي اتبعه عشان اثبت الشيء هذا؟ طيب خلوني اتكلم معاكم عن النقطة هذه. وهو فعلا في نظام لتثبيت الوزن وتثبيت النتائج بعد ما نوصل لها او لا؟ أول نقطة لازم تعرفوها، ما في نظام لتثبيت الوزن، حدث العاقل بما يعقل. يعني ما في نظام حنا نتبعه بالنهاية لما حنا نوصل للوزن المطلوب ولشكل الجسم المطلوب ونتائج جميلة، إنه حنا لازم نتبع نظام بنهاية المشوار عشان والله أثبت النتائج هذه، إنه أثبت الوزن اللي أنا وصلت له وما أخرب بجهدي وتعبي. للأسف ما أدري كيف تصدقوا الكلام هذا، إنه لازم بنهاية المشوار لما أنت توصلي لنتائج إنه لابد تتبعي نظام تثبتي فيه وزنك والنتائج. الشيء هذا شيلوه من بالكم، ما في نظام راح يثبت وزنك، ما في نظام راح يثبت نتائجك اللي أنت وصلتي لها. طيب بما انه ما في نظام لتثبيت الوزن، ايش الطريقة اللي حنا نعملها بحيث انه نحافظ على النتائج لفترة مرة طويلة ونحافظ على الوزن اللي وصلنا له بعد جهد وتعب؟ اول شيء لازم تعرفوه، لما انتوا تنزلوا نزول صحيح، نزول سليم، ما تحرم الجسم من اي عناصر غذائية، يكون نظامك نظام صحي متوازن في جميع العناصر من بروتين وكارب دهون صحية وألياف، موجود بيومك ما يقل عن 4-5 وجبات، بكذا انت بتخسري دهون وتزيدي كتلة عضلية. فلما حنا نزيد كتلة عضلية معناته الحرق بجسمنا راح يبقى عالي حتى لو حنا وقفنا فترة طويلة. لما حنا نخسر دهون صح بالبداية بنتعب، بس ما راح ترجع بسهولة. كيف ممكن يقول انه في انظمة تثبت الوزن؟ وحنا عارفين انه كل ما زادت سعراتنا واهمالنا بالتغذية وما كان في نشاط حركي بيومنا، هنا راح نزيد وزن حتى لو انه اتبعنا انظمة مثل ما يقولوا تثبيت الوزن. طبيعي سعراتنا باليوم عالية، اكلنا مو صحي، ما في نشاط حركي، حتى لو وصلتي نتائج جميلة راح تخرب النتائج هذه وراح يزيد وزنك. عكس لما انت توصل النتائج جميلة وتبين تحافظين على الوزن وعلى شكل الجسم اللي انت وصلتي له، تقومي تخلي اكلك اكل متوازن، تطبخي اكلك بطرق صحية، تحاولي مثلا يوميا تمشي ما يقل عن 40 دقيقة لساعة، تحاولي انه يكون في 3 مرات بالاسبوع اقل شيء تمارين مقاومة عشان تحافظي على الكتلة العضلية. هنا وزنك من سابع المستحفظ على النتائج لسنوات ولفترة جدا طويلة. لابد انه تغذيتنا تكون صحية متوازنة دائما، ولازم يكون في نشاط حركي بيومنا. ومو مشكلة انه انتو تاخذوا كل اسبوع وجبة مفتوحة، او انه كل اسبوع لاسبوعين مثلا تطلعوا عزيمة تنبسطوا بالعزيمة وتاكلوا بدون يعني تقييد، يعني تاكلوا براحتكم، لأنه أساساً أنتوا خلال الأسبوع أكلكم متوازن، أكلكم صحي، في نشاط حركي، بكذا أنتوا مستحيل تزيدوا وزن، راح تحافظوا على النتائج. دائماً حاولوا لما أنتوا توصلوا أهدافكم أقل شيء 70% يكون أكل صحي، 30% يكون أي شيء نفسكم فيه، يعني ما تكوني ماشي 100% على نظام صحي وتعقدي نفسك. فزبس الكلام، شيلوا من بالكم انه في انظمة لتثبيت الوزن،
حطوا الشغلة هذه في بالكم، كل ما كان طريقة طبخكم صحية، كل ما كان أكلكم متوازن، كل ما كان في نشاط حركي، لو مش 40 دقيقة باليوم ما راح تزيدوا وزن وراح تحافظوا على النتائج لفترة جدا طويلة. كل ما كان طبخكم غير صحي، يعني مثلا اخترتم طريقة الطبخ تكون مقلي أو إنه كمية زيت مبالغ فيها وما في نشاط حركي، راح تزيدوا وزن. فشوفوا مشتركاتي ما شاء الله تبارك الله ما قد يعني اشتركوا معايا وطلبوا أنظمة تثبيت الوزن، ومستحيل وزنهم يزيد بسهولة. مشتركاتي يتركوني سنة ويرجعوا يشتركوا معايا ويقولوا يعني وزننا لسه نفس ما هو، شكل الجسم لسه نفس ما هو، ما زدنا أبدا، لأنه نزولهم نزول صحي، زيادة كتلة